إخواني أخواتي، خمس سنوات وأنا أعمل، أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب، وحرصت من اللحظة الأولى إلى دخولي إلى مجلس النواب أن نعالج المشاكل اللي تعرض لها البلد. بلد تعرض إلى مشاكل طائفية، مشاكل قومية، مشاكل أمنية، مشاكل إرهابية، مشاكل خدمية، وسعيت جميعا أن تضعون الأمور في نصابها الصحيح، وتضعون الأمور في الخطوات التي تنعكس إيجابا على الشعب. للأسف أكو من يسعى إلى عدم استقرار البلد، وأن يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية. يمكن ورد إلى مسامعكم كما وردني قرار صادر من المحكمة الاتحادية، قرار غريب، قرار سيتم أيضا إيضاح تفاصيله وأموره بعد ما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم ومن خلالكم إلى أهلكم. أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس، وما فرقت لا بين سني ولا بين شيعي ولا بين كردي، وحرصت على أن أقف معكم في مسؤولياتكم، وأخوانكم اللي أنا رأسهم كحزب حرصوا على أن يقفون معكم ويقفون مع أهلهم بكل المحافظات. احنا اجينا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية عام 2014، مجتمع معارض للعملية السياسية، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، ولكن من عملنا معاكم عملنا وحملنا شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، وقفت على رجلها وما سمحت للإرهاب يتغلغل بيها، وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين بالعملية السياسية. نستغرب من صدور هذه القرارات، نستغرب من عدم احترامهم للدستور، نستغرب من الوصايا التي تأتي عليهم لا نعرف من أين. اسمحوا لي أنه أكرر شكري وامتناني لكم، وسنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية، واسمحوا لي أن أرفع الجلسة. ترفع الجلسة.